السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله مرسي مرسي. انت نايم يا حبيبي؟ والله معلش يا حاج، والله بقالي يوم لمؤاخذة، يعني بقالي يوم ما نمتش يا حاج. والله شكلك تعبان، طمني. اتفضل يا حاج، كل اللي حضرتك طلبته في الملف ده يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. وانت مش اللي كاتبه ده؟ لا انا اللي جايبه بس يا حاج. طيب انت تروح ترتاح بقى وتريح، بس خد الشيك ده. خيرك سابق يا حاج. لا يا حبيبي مفيش حاجه تغلى عليك، ده للجمعيه، تروح تسلمه بايدك في الجمعيه اخر مشوار. ماشي يا حاج. ماشي. حاضر. شيك مهم ده. حاضر. معلش بطل بطل يا مرسي. السلام عليكم يا حاج. وعليكم. وخد الجمعه اجازه. ماشي يا حاج. يلا. نفسي يا ست نادر. كاميليا، في حاجة غريبة حصلت مش فاهمها خالص. حاجة ايه؟ انت تعرفي ان اسمه فواز الصياد؟ مش ده اللي اتبرع للجمعية يوم المؤتمر؟ ايوه. ماله؟ معرفوش، ده كان أول مرة أشوفه يوم المؤتمر. أصله عمل حاجة غريبة أوي. حاجة ايه؟ الشيك اللي اتبرع بيه 1,000,000 جنيه كاتبه باسمك انت مش باسم الجمعية. بتقولي ايه؟ باسمي أنا؟ طب عامل كده ليه؟ معرفش، ما أنا عشان كده قلت أسألك لو تعرفيه ولا حاجة. معرفوش يا ستي، قلتلك أول مرة أشوفه يوم المؤتمر. خلاص خلاص، بس قوليلي هنتصرف ازاي دلوقتي. أنا عايزاكي تجيبيلي عنوان مكتبه. يا خبر، وخلاك تودي الشيك بدري قوي كده؟ والغريبة إنه كتب الشيك باسم البنت مش باسم الجمعية، حتى هما استغربوا قوي. باسم مين؟ يا دي النسيب، وانت مالك انت؟ هي كلمة خليكي في حالك بقت مزاج خلاص؟ اغنيها لك؟ ماشي، خليكي في حالك يا هانا. اغني يا عم، خليكي في حالك يا هانا، خليكي في حالك يا هانا. عاجبك كده؟ كده شحتة؟ بس تبقى افتكرها. مش هفتكرها وهنساها، واسكت شوية خلينا نشوف المصيبة اللي احنا فيها دي. مصيبة؟ مصيبة ايه يا ابني؟ ده تبرع عادي. وبعدين انت مش كنت عايز الحاج؟ يلا خش له اهو جوه. صحيح، ده الأستاذ مستنيه والناس كلها في المدرسة. استاذ مين؟ يا دي المصيبه، اضرب لك دماغي في الحاجه اللي واقفه دي عشان تستريحي. الاستاذ صفوت يا ستي، والنهارده ميعاد اللجنه. صحيح، قول لها يا عم. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا استاذه كاميليا، اتفضلي. اهلا وسهلا. اولا انا اسفه اني جيت من غير ميعاد. لا خالص، انا مكتبي مفتوح لكل الناس من غير مواعيد. ثانيا انا مش هاخد من وقت حضرتك غير 5 دقايق بس، عشان ما اعطلكش ولا اعطل نفسي. تحت امرك، خدي الوقت اللي انت عايزاه. ثالثا بقى وده الاهم، حضرتك تعرفني؟ او بمعنى اصح، في سابق معرفه ما بيننا؟ لا الحقيقه ما حصليش الشرف. ممكن حضرتك تشرح لي ايه اللي مكتوب هنا؟ 1,000,000 جنيه. الشيك ده معمول باسمي. حلو حلو يا استاذ فواز، انا عضوه في جمعيه محترمه ليها كيان مستقل بذاته، الاشخاص فيها ممكن يروحوا ويجوا وممكن جدا يتغيروا في اي لحظه، انما الكيان ده بيفضل زي ما هو والجمعيه بتفضل بنفس قيمتها، ولا اقبل ان حد يختصر الكيان ده في شخص حتى لو كان الشخص ده انا. استغفر الله العظيم يا رب. وانت كل ما تشوفيني هترسي لي محاضره؟ شيك ب1,000,000 جنيه اتبرعت بيه للجمعيه، ابقى غلطان؟ ادي قلتها بلسانك اهو، اتبرعت بيه للجمعيه مش لكاميليا السعيد. يا استاذ فواز، لو انت فعلا مقتنع بمبادئ الجمعيه بتاعتنا، يبقى الشيك ده يتقطع ويتعمل واحد غيره ويتبعت على مقره. ايه يا استاذه كاميليا، استني بعد اذنك لحظه واحده. ما احنا كلنا فاهمين فلوس الجمعيات بتروح فين، اعتبريني بقى جبت من اخر. لتاني مره بتغلط وبتحط نفسك في موقف يستحق الاعتذار الرسمي والعلني، ده تشكيك وتخوين يا استاذ، انا برفضه شكلا وموضوعا. واي كلمه تانيه بالمعنى ده انا ممكن ارفع عليك قضيه سب وقذف واخد منك تعويض اكتر من تبرعك ده بكتير، لان ملايينك دي مهما كان عددها مش هتكفي رد اعتبار لجمعيه بحجم المنظمه بتاعتنا. واظن على ما اتذكر انك قلت لي انك ما بتسلمش على ستات.
رسالة مبدأ، ابن حنبل قال كده، وأنا مش فاضي كل شوية أروح أتوضأ. وليه ما بيسلمش على ستات عشان مبدأ؟ ينفع يرمي الناس بتهم كده من غير دليل؟ ولو أنت مقتنع بالكلام اللي قلته على الجمعية بتاعتنا، يبقى اتبرعت بفلوسك للجمعية ليه؟ ولو أنت دفعت المبلغ ده مجرد صدقة أو زكاة عن مال، يبقى أعلنت ليه؟ وأظن إن مش أنا اللي هفكرك بكلام ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وأعتقد يا أستاذ فواز إنك محتاج تتوضى تاني، مع إنك ما سلمتش عليا. أنا ما بدي منكم أكتر من هيك، بدي نستغل كل عين بتقرأوا وكل إيد طايلة، لازم نحوطوا من كل الجهات ونقفل عليه ونعمل عليه كومبينة، ما لازم يفلت من إيدنا، هيدي فلسطنا. بقول لسعادتك إيه يا باشا؟ أنا بصراحة زهقت من الفيلم ده، وبعدين يا باشا مش عايز سعادتك تنسى إن أمي موجودة عند أبوه في البيت، يعني ممكن لو عرفوا أي حاجة يزوها. وجود الست الوالدة جزء مهم من الكومبينة المرسومة. بقول لك اكسلانس، يا اخبار الشغلانة اللي انت قلت لي عليها؟ هانت كتير قوي، بس انتوا خليكم معي. لا انا قلت لك انا تحت طوعك وتحت امرك، بس كله بتمن، انا احب اكسب قبل ما العب. يا حبيب قلبي انا هخليك تلعب بالبيضة والحجر لما نمحي اسم فواز الصياد من السوق، ساعتها حيكون مكاسبك فوق ما تتخيل. مش هشرب حاجة. لا إله إلا الله. إيه يا ابني؟ إيه؟ اللي ايه انت؟ ايه؟ جاك قوي يا اخي، انت عارف عملت ايه النهاردة؟ عملت ايه؟ عملت زي الراجل صاحب الشغل اللي كان بيشتغل فيه دلال مراتك، زغلل عليها بقرشين وهو عارف ظروفها محتاجة لهم قد ايه، ولبسها الطرحة. ادينا كسبنا ثواب هاد. لا يا حبيبي، الثواب نكسبه بالرضا مش بالغصب ولا باستغلال نفوس البني ادمين. وحكايه الفلسفه اللي الناس طالعين فيها اليومين دول، مش بقول لك انت النهارده حالك حال؟ معلش يا حاج، راسي مخنوق شويه، مخنوق وقلقان، عايز اطمن على مستقبل العيال، مش عايز حد يجي يلعب لي في دماغهم ويبوظ لي الدنيا. فواز انا ابوك يا عاد، ما تضحكش على نفسك يا فواز، انت مش عاوز غير مصلحتك وبس. تريح دماغك من ناحية ولادك، ومش وحش لما يزيد انتاج مصانعك. انا ماشي ماشي ماشي. عليكم. يعني ما كانش ليهم لازمة الكلمتين البايخين دول، كانوا محشورين في زوري، قلت أخلص منهم. برضو ما كانش في داعي تمشي متقدر على المسا كده. أكيد أنا ما قصدتش كده، أصل فواز ابني ده ساعات يشطح وينسى اللي أنا ربيته عليه، وأنا بقى على قد ما بقدر أحاول ألمه تاني وأخليه فوق، ولو إني ما بقدرش على طول. هو كان بيعمل المدرسة دي ليه؟ مش عشان ولاده، يبقى من حقه يختار على مزاجه، دي فلوسه وهو حر فيها. وكان عنده حق لما قال ان نيته كانت سليمة، بس الحياة مش نوايا وبس، ما ينفعش يلوي دراع الخلق عشان يحقق اللي في دماغه، مش ده اللي انا ربيته عليه ولا ده اللي احنا تربينا عليه. طب عشان خاطري انا عندك يا منعم، الراضي بكلمتين حلوين. الله
الله الله الله الله، والله وجه الوقت اللي بندافع فيه عن فواز. سبحانك يا رب. اخسى عليك يا منى، هو انت لازم تفكرني؟ طب فكريني انت بقى. افكرك بايه؟ باللازم يا بابا. لا 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 مش كده، لا مش كده. امال ازاي؟ كده؟ لا لا مش كده يا حاج انت. طب استني هقول لك حاجه. انا حاطط في النور، ثانية واحدة. بس بقول لك ايه؟ اوعى تنور من هنا وتستخبي من هنا زي ما بتعملي وضايع علينا في التدوير عليك. لا لا بس ادفي. اوعى يا حسنان. ادفي انت. ادفي بقى. ادفي ادفي. ايه ده؟ حسنات رحت فين يا حسنات؟ حسنات حسنات دي بقى الفرهضة اللي على الفاضي كده راحت خالص. معقولة اللي انت بتقوله ده يا فواز؟ مش عارف ايه اللي جرالي، دماغي من ساعتها مش عايزة تهدى. حتى ابوكي جاي قاعد يقطمني بكلمتين والله ما فاكر منهم ولا كلمة، وكنت هقول له هصرح واحكي له ما ادانيش فرصة، لقيت نفسي جاي لك حياة. ما انا لازم اطلع اللي جوايا حياتها طق لو ما طلعتش كلام اللي جوايا. وانت يا اخويا ما ردتش عليها ليه؟ ما فششتش غلك فيها ليه؟ مش عارف لساني اتلجلج، لقيت نفسي متلخبط كده، لقيت البت من دينا تانية. سيبك من ان هي مسترجلة عاملة فيها لا للرجالة المسترجلة دي، انما لا 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 البت دي فيها حاجة، فيها حاجة. حاجة؟ حاجة ايه يعني؟ ملبوسة؟ حاجة ايه يا فواز؟ حاجة ايه؟ مش عارف اوصفها، بس فيها حاجة كأنها من دنيا تانية انا ما شفتهاش قبل كده. يا حياة بغل وباكل في نفسي يا حياة. بعد الشر عليك يا اخويا، ان شاء الله اللي يكرهك يا رب. انت جوزك هنا ولا نازل صحيح؟ ايه النقلة دي يا فواز؟ يا حياة ما تلخبط ولا توتر وتقولي لا لا. يا حياة جوزك فين؟ بره يا اخويا لسه ما جاش. خدي بقى ايه فلوس دي. لو النبي لو النبي يا فواز، انا نفسي تاخد اللي جوه بقى، انا ببقى شايلهم وحاطه ايدي على قلبي لحد ما تاخدهم. خدي يا بنت الفلوس دي خليها معاكي، خدي كمان، واي حاجه تعوزيها تاخديها من الفلوس دي، فاهمه؟ كتر خيرك يا اخويا، هو انت حارمني من حاجه؟ سيبك من حرمك ومش حرمك، الفلوس دي تحت تصرفك انت، وقت ما تعوزي خدي بقى. ربنا يزيدك يا فواز يا رب. امين يا رب، ويقدرني على بنت اللذينه دي. فواز انت مش ملاحظ يا اخويا انها شغله كتير من تفكيرك؟ واضح ان عمرك ما اتعاملت مع واحده ست، وانا عن نفسي عمري ما هقبل ان حد يختصر الكيان ده في شخص، حتى لو كان الشخص ده انا، لأن كل ملايينك مهما كان عددها مش هتكفي رد اعتبار جمعية بحجم المنظمة بتاعتنا، ومش أنا اللي هفكرك بكلام ربنا. السلام عليكم ورحمة الله، من فين الرابعة؟ تعبانة يا عين أمها ورقدة فوق. وصحيت متفززة كذا مرة من النوم، رحنا بقى عشان نخليها تنام براحتها قدناها حباية منوم وشربناها اللبن وحكينا لها حكاية قبل النوم وسبناها تنام. مش وقت تريقة يا سميحة. يا ست انتي حد دسلك على طرف ولا ايه؟ بس بس أنا مش طالبة معايا نكت خالص. نكت؟ أعوذ بالله أعوذ بالله، ابعد يا نكت، امشي يا نكت. لا يا حاج كله لا كده، أنا ما أقبلش أبدا إنك تعيش في نكت، ده انا النهارده هوريك ليله كلها فرفشه عمرك ما شفتها قبل كده ولا هتشوفها. فرفشه ايه يا اختي؟ بالراحه شويه على الراجل، تعبان عامله له لقمه
محتاج حاجة تانية كده تفرفشه وتروقه وتبسطه، وأنا اللي هعمل حاله، مش كده يا حاج؟ نعم يا أختي، وش معنى أنتِ؟ يا سلام سلم، وليه ما كنش أنا بقى إن شاء الله وحشة ولا وحشة؟ لا يا حبيبتي، لا أنتِ ولا هي، هيجي معايا أنا، مش كده يا حاج؟ نعم يا حاج. هتخانق قدامي؟ نلعب اللعب. أنا نلعب، أنا نلعب، أنا نلعبش ليه نلعب؟ يلا نلعب. يعني يا ريت اتفضل. عرفتي مكانها؟ سؤالك يا ماما. يا مسهل يا رب. كم عدد المصريين اللي حفروا قناة السويس؟ شوف اللي بعده يا حاج. سؤالك يا سميحة، كام واحد بيشجع النادي الأهلي في العالم العربي؟ شفت يا اختي الراجل؟ قولي ده كلام يا حاج، ده انت عليك حكم بقى سايب الصف كله وتسألني انا بس السؤال ده؟ حرام عليك، خش على اللي بعده. يلا ادخل يا حاج على اللي بعده. سؤالك يا دلال، يعني ايه منظمات مجتمع مدني؟ يخس كده بقى بما يرضي الله. الليله دي اجازه. يا حاج طب اسمعنا، يا حاج معنا بس، يا حاج طب اسمعنا والنبي. انا طالع انام في وطر عيال. على الله على الله، اسمع نفس او صوت يعدي قدام باب الاوضه وانا نايم. أستاذة وصلت. الله يسلمك. أنا مش قلت لك يا عم فكري بلاش تاخد المواعيد دي كلها ورا بعضها، خصوصا في اليوم اللي فيه محكمة. كتير كتير يا أستاذة، والناس مشاكلها أكتر وكلهم متعشمين فيك. طب يا عم روح اعمل لي قهوة وبعد 10 دقايق بالظبط دخلي أول قضية. أمرك يا ست الكل. هات لي نسكافيه على كتابي جوه على فكرة. حاضر يا أستاذة. مالي؟ أنت مضايقة من الزحمة اللي برا؟ يا بنتي ده رزق، اوعى ترفضي لها زول. عارفه يا ندى، كل ما الستات اللي بتجيلنا هنا عددها هيكتر كل ما بحسن وبخاف من اللي جاي. الرجاله اتهبلت، نصهم مش عايز يتجوز ونص التاني بيسمع غلطه وندمان عليها. يا سلام، وانتي حريفه قوي في لعب دور الضحيه. شفتي النهارده الراجل في المحكمه كان محروق ازاي؟ عشان اتخلع، انما لو كان هو اللي طلقها ما كانش هتفرق معاه. جايز هسيبك تشربي قهوتك وتحلي بلاويه. كلام ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ انتوا اتجننتوا؟ اسمع يا سي شاهين، ده حق وليا يتيمه ولازم تضمن. تضمن ايه يا عم التوهوم؟ نعمه دي مراتي وانت حيالله خالها، محدش هيضمن حق مراتي ولا اللي في بطنها قدي. يا عم شاهين محدش ضامن عمره. يعني ايه؟ يعني الواد اللي في بطنها دي لو انت عشت له النهارده مش ضامن تقعد له بكره. انتوا عاوزين تورثوني بالحياه. واحنا ناخد حاجه لنفسنا؟ ما كله عشان خاطر مراتك وابنك. مراتي وابني انا كفيل بيهم، وربنا يقدرني وما خليهمش محتاجين لحد في حياتي ولا بعد مماتي. ايه؟ طب افرض ان ربنا افتكرك دلوقتي. لا قدر الله طبعا، ومحدش بيغلى على اللي خلقه. تبقى مطمن على بنتك. ايوه، والمسكينه دي بقى تعمل ايه؟ تشيل الواد وتلف بيه وتشحت لقمه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت لازم تكتب لها البيت ده وتتنازل لها عن المعاش كمان. ايوه، وان كان ليك قرش في اي حته لازم تقول لها عليه، كده هي تبقى مطمنه وانت هتبقى مرتاح. ده انا اللي هريحكم الدنيا كلها. الراجل زعل. انت زعلت كده ليه؟ اقعد يا راجل اقعد وخد. عفر عفر ولع. يا بنت انت عبيطه ولا بتستعبطي؟ بقى احنا تخين المشوار ده كله من البلد لغايه هنا عشان نضمن لك حقك، وانت واقفه ضدنا في صفه؟ ما هو برضه يا مرات خالي الكلام اللي يتقال ده ما ينفعش ابدا. امال يتقال بقى ازاي يا حيله؟ انت ناسيه بنته وناسيه معاملتها ليكي ازاي وناسيه سوادها ونبها الازرق؟ ايوه بس سميحه خلاص بتعاملني كويس قوي دلوقتي. يا بنتي يا هبله، هي قدرت تاكل عقلك بكلمتين وتتوكي تحت بطاطها؟
دي بنت حربايه انا عارفاها، هتفضل تتدحلب لما تخلى ابوها يكتب لها البيت وتطلع من بولد بلا حمص. لا مش معقول يا مرات خال. ومش معقوله ليه؟ مش انت اللي قلت لي انها شرانيه وبتتخانق مع دبان وشها؟ ايوه بس يعني ما بسش ولا حاجه، احنا كده عملنا اللي علينا ورمينا الطوبه، وانت عليكي بقى تكملي وتفضلي تزن على ودانه لما يكتب لك البيت، ده حقك وحق ابنك، محدش يضمن عمره، فهماني؟ واحنا برضه هتلاقينا في ظهرك. انا متجوزه بقالي 5 سنين، جوزي تاجر شاطر ومعروف، لكن للاسف جوز فاشل. علشان ما اضيعش وقتك وفكرك يروح لبعيد، هو من الحاله الصحيه كويس لكنه بشع في طريقه التعامل، بيستعملني اكتر ما بيمارس معايا حياته الشرعيه من ليله الدخله. استعملك ازاي يعني؟ زي اي مخده بيقضي حاجته فيها وخلاص، بيقلني يمين وشمال وانا مش مهم خالص، مش في تفكيره، لكن لما بكون معاه ما بيفكرش غير في نفسه، اما انا فمش موجوده. طب انت ما فكرتيش ان انت تحكي لحد وتخليه يتدخل ما بينكم ويتكلم معاه ويفهمه؟ ما بيسمعش وانا ما اقدرش اقول. طب انت جايه هنا عشان ترفعي عليه قضيه؟ انا مش عارفه انا جايه ايه المفروض يتعامل، مش عارفه. يا ترى في قانون ينصف الست اللي مش قادره تحس بانوثتها مع جوزها؟ يا ترى في قانون يقدر يرجعلي احساسي اللي راح؟ انت محتاجه دكتور نفساني مش بس محامي. عارفه يعني ايه واحده تعيش 5 سنين متجوزه من غير ما تحس فيهم مره واحده انها ست، من غير ما تدوق فيهم طعم الاحساس اللي بتسمعه من اي واحده او حتى بتشوفه في الافلام العربي؟ طب انت ازاي قدرتي تستحملي السنين دي كلها؟ اوقات كتير كنت بقوم من تحت ايده قرفانه وبرجع، ايام كتير كنت بقوم مجهده وتعبانه، كل ده وانا ساكته ما بتكلمش. اي كلام حوالين الموضوع ده عيب، ما ينفعش. طب ما فكرتيش تطلبي الطلاق؟ طلبته كتير وما وافقش، بيعمل مشاكل وحكايات، بعدين مسكني من ايدي اللي بتوجعني. ازاي يعني؟ بنتي اللي عمرها 2 سنين مش عارفه اعمل ايه وازاي اخلص منه وفي نفس الوقت ما اتحرمش من بنتي. يا ترى يا استاذه في بند في القانون يحل مشكلتي؟ مش معقول يا كاميلا كل ما تجيلك قضيه وفيها مشكله الواحده ست تعملي في نفسك كده. انت المفروض خلاص اتعودتي. اتعودت؟ عارفه الناس بيعملوا ايه لما بيحسوا بالخطر؟ يحطوا قدام بيوتهم طوب وخرسانه، وقدام باب الشقه ابواب حديد وترابيس، وبيقفلوا الشبابيك كويس. ممكن يتخانقوا بس المهم يطمنوا. انا بقيت عامله كده، كل يوم بخنق في نفسي عشان اطمن. حاطه نفسي جوه بيبان حديد كتير وراكنه في حته جوايا قد كده مش عارفه افرفص منها. كل ما نفسي تروح للمشاعر والحاجات الحلوه بلاقي حكايه زي دي تزقني تاني وتخليني استخبى جوه نفسي. انتي جننتيني يا كاميلا، انا ما بقتش فاهماكي بعد كل ده. مش عارفاكي بقى اللي بتقف في المحكمه قصاد القاضي وبتدافع عن الناس وبتقف قصاد المسؤولين وبتفضحهم بتقول الكلام ده، حيرتيني. الحكايه مش مستاهله حيره، كل حكايه اني بني ادم فاهم كل الحاجات اللي في الناس كلها، يعني يمكن ببقى عامله فيها قويه عشان الجمعيه وعشان شغلي، بس في الاخر انا واحده ست. بس انت قويه يا كاميلا، انا نفسي بستقوى بيكي في حاجات كتير، مش علشان مشكلة زي البنت دي تعملي كده في نفسك. صدقيني مفيش أضعف من الست اللي بتستنى. أي خوفي لا تطلع سايب واصحى لقيت متجوز عليا. قال على رأي المثل العرق يمد لسبع جد كده برضه حسنات وطوعك لسانك. طب هو واد عينه زايغه، اتخذ انا بذنبه ليه؟ مش انت برضه اللي نفضه من ظهرك؟ مش انت برضه اللي مدلعه؟ اه يا حسنات يمكن يكون عندك حق. اه انا برضه مسؤول عنه،
وشايل من ذنوبه كتير، بس انا هعمل ايه؟ انا لما لقيت عينه زي على كل واحده بيشوفها قلت اخليها بالحلال بدل ما يغضب ربنا. كنت فاهم انها مساله وقت وهتعدي، كنتش عارف انها بقت داء في دمه. الله، امال انا جوزته انهار بدري ليه؟ وبنتي يا اخويا ما تتعيبش، دي ست الستات. ابنك يا اخويا اللي عينه زايغه عامل زي القرع يمد لبره، وليه ما تقوليش زي الشجره واقف صالب طوله عشان يضلل على غيره؟ حسنات، ما تنسيش اننا كلنا عايشين في خيره، فمش كتير عليه بقى لما نبلع الغلطه ولا اتنين. يا ريتهم يبقوا غلطه ولا اتنين، دول كتير قوي ولسه ياما في الجراب يا حاوي. بمناسبه الحاوي، اسكتي، الحاوي الليله لو يعمل استعراض. يلا بينا. ايه، مش هنتفرج على الفيلم يا ستي؟ الفيلم بيجي كل يوم، انما انا ما بضمنش الحاوي. يلا يلا. استنى، طب والعشاء؟ نفطر بيه بعد ما نتفرج على الحاوي. يلا عليك يا حاج وعلى حركاتك دي. حاج، انت جيت يا حاج؟ الحمد لله على السلامه، ما ادريتش باللي حصل. في ايه يا زين؟ وش الست دلال قاعده مع الست انهار زي كل يوم، راحت وقعت تاني من طولها، والدكتور فوق وكلهم فوق يا حاج. ربنا يستر اتحسدنا. اتفضل يا دكتور. طمني. انا مش عايزك تقلق، المدام كويسه وزي الفل الحمد لله. طمن. طب الحمد لله، بس هي مالها؟ بصراحه انا كنت شاكك في الاول، ولما عملت الاختبار انا اتاكدت، وعشان كده لازم نعمل لها شويه تحاليل. نعمل لها؟ اتاكدت من ايه؟ الف الف مبروك المدام حمدي. بعد اذنك. بسم الله عليك يا ستي. الحمد لله على سلامتك يا جميل. الله يسلمك يا اصيله. عايزين بامبينه حلو زيك كده. مش قوي يعني. زينب، قولي الست دلال ونزليها اوضتها. الدكتور بيقول ان انا مش عايز اسمع صوتك. في حاجه ولا اي حاجه؟ مفيش يا دلال، سندي على زينب وانزلي على اوضتك عشان ترتاحي. حاضر يا حاج. استني كده يا زينب عشان سند معاكي. انا قلت زينب. امرك يا اخويا، وماله يا حاج؟ ايه يا حاج في ايه؟ مالك يا اخويا هتعمل فيه؟ مش انت المسؤوله على الحبايه؟ ايوه. حصل ازاي الكلام ده؟ امر ربنا، هنعمل ايه؟ امر ربنا ولا كهن حريم؟ والله العظيم ابدا يا حاج، انا يا اخويا بديها الحبايه كل يوم، بس انت بقى فاهم ان مفيش وسيله منع حمل بتمشي كده 100%. امر ربنا بقى ونفت، ماليش دعوه انا. امر ربنا، امر ربنا. شايفين دول ما ينفعوش معايا يا اولاد الرفعه دي. ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله، حكم الله الكلام كله. جاي نورك، جاي نورك، بس اخلص من راسي الكبير الاول. بتديني العصايه يا كذبه؟ انا مالي يا حاج؟ هو انا اللي متجوزاها ولا انت؟ يعني ذنب انا كمان؟ لا والله انا كمان يا حاج، والله العظيم والله ما اقصدش. هطلع على جبتك ذنوب الدنيا كلها لو ما قلتليش ده حصل ازاي. بيربيهم يا ستي عشان يبطلوا سواد من ناحيتك. من ناحيتي انا؟ طب ليه؟ هو انت مفكره حكايه الخلفه دي هينه؟ معقول يكونوا مش عايزين اخلف؟ معقول يكونوا بيكرهوني للدرجه دي؟ نهار صوتهم نايل. يوه، دول بيكرهوا نفسهم ولا يكونش خلت عليك طقم الحنيه اللي هم عمالين يبعتروه عليكي من غير مناسبه؟ خلي ربيهم، دي عيله تشيل. شكلك عارفة حاجة يا زينب ومش عايزة تقولي. فاكرة نفسك. هو بيعمل فيهم ايه يا زينب؟ ليه؟ بريء يا حاج، والله العظيم بريء ومش دعوة بأي حاجة. اوعي ايدي. انت يا هدى يلي بقول عليكي بريئة وش ملايكة، تشتركي بجريمة زي كده؟ ايه دي؟ ايه؟ يا حاج والله العظيم ما اشتركت في أي حاجة، والله العظيم ما اشتركت. يا ورا كمان بتحلفي كده يا هدى؟ يا حاج والله العظيم بريئة، بريئة يا حاج، والله العظيم ما عملت أي حاجة.
انت باكل نفسك في محكمة، باكل نفسك في محكمة، في محكمة. سبيحة سبيحة اطلعي لوحدك يا سميحة، اطلعي لوحدك. اطلعي يا سميحة لوحدك، اطلعي يا حلوة. مالي لي دعوة؟ أم أنا؟ إذا بس حاجة ولا إيه؟ الله أقول لك على كل حاجة، إذا بس حاجة أقول لك أقولك خلاصي. بابا 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 أنا سمعتهم لو تاني يا حاج أو إنما شريفة بيتكوا على الموضوع ده من كام يوم كده، وقال لك إيه بقى؟ قال لك ما هو بابا بدل ما كل شوية بقى يجينا الوحدة بقى تنط على عربيتنا بقى وتعكن علينا. تعكن علينا؟ أنا اللي هعكن عليكوا وأيامكوا كلها هتبقى سودة، واللي طفحتوه بط بط هطلعه مش ممكن اعمل كده زي ده. لو حاجه يطير عشاننا طلعت يا اخويا، طلعت الحاجه، طلعت ما نزلت قالك لا، وهي متشنكه كده كانت متشنكه كده حاجه. ولا اله الا الله، لا اله الا الله، خلاص ما تجيش تقعد يا سميحه، اخلص يا سميحه. اه والله العظيم عاملين عليها عصابه، عاملين عليها عصابه. ولا بأمانة الله ولا إله إلا الله. لا إله إلا الله، خلاصي خلاصي خلاصي. أنا استغربتها والنعمة الشريفة عمرها يا أخويا ما عملت كده، بس عارف ليه؟ ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله. دي غلطتك يا حاج، دي غلطتك يا حاج فواز، ما أهمش الحاج، دي غلطتك إن أنت جيت هتسرق يا أخويا. أه أه أنتوا حفرتوا أمركم بإيديكم. لا والنبي يا حاج أنا مش هعمل الموضوع ده خالص. وبيخاف على مصلحتك، واني لو ما بحبكش هفكرش غير في نفسي. وانا انت خايف على مصلحتك، ما قلتليش ليه من الاول؟ ما قلتليش ليه من الاول؟ جاي تقولي بعد ما خربت مصلح؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا اله الا الله، انت عايزني نختم؟ لا الا كده بقى يا حاج، انت اتغيرت على فكره يا حاج، كله الا الفتنه. قول يا اله الا الله. خلاص يا سامي انت ما تجيش دعوه طلع، انا كنت فاكرك معاهم. تعالي يا سميه. الحمد لله، تعالي. ربنا نور لك طريقك يا حاج والنعمه الشريفه. استغفر الله العظيم، استغفر الله. تعالي يا سميه. انت صدقتني؟ طبعا. طب ولا اله الا الله كده؟ لا اله الا الله. حب وسبق. تعالي يسلمك يا حاج. تعالي بس سوعتني جامد، معلش. وريني يا انا ساعات لما ابقى متنرفز انا.